ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير. احنا الفترة دلوقتي اللي كلنا قاعدين في البيت ما بنعملش اي حاجة بقالنا اكتر من اسبوعين، اوكي؟ غير الاسبوعين الاخرانيين دول، ويا ريت كل الناس تقعد في بيتها، اهم حاجة اقعدوا في بيتكم على قد ما تقدروا. النهاردة جاية اتكلم عن ارخص تونر في مصر. انا الفترة اللي فاتت بخاف انزل، بخاف الف كتير، الشركة دي تفضل تعمل على طول من المنتج ده على طول على طول. وفر لي قد كده، يعني بشتري التونر غالي جدا. تعرفين التونر اساسا بتستعمليه مرتين في اليوم بس، انه بيشيل بقايا الميك اب وجو ده، بيقلل حجم المسام، بيقلل كمان الافرازات بتاعت الوش من الدهون. انا بشرتي دهنيه، فده اللي هعمله، ده بيجي على كل انواع البشره، اطمني. كل ما اقول لكم هو ايه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو، وكمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هتلاقوني تحت صندوق الوصف، واهم حاجه تعملوا سبسكرايب. الاشتراك اهم حاجه، الاشتراك واللايك على الفيديو. ويلا بينا نشوف الفيديو. انتوا مش هتتفاجئوا كتير، بس هتتفاجئوا من المنتج اصلا. هو ده مية الورد، اكيد كلكم عارفينها وموجودة في الصيدلات. انت قديمة قوي على فكرة. لا، نوع مية الورد، نوع مية الورد، مش اي مية ورد تشتريها وخلاص. مامتي عادة يعني بتحب تجيب مية الورد تحطها ساعات في الاكل وساعات في السلطة وساعات في المية. تحب يعني تجيب نوع مية ورد غالي، يعني الازازة دي ب25 جنيه، اوكي؟ هتلاقيه في السوبر ماركات الكبيرة، في اي حتة مش هتلاقيها. المنتج ده اسمه روز ووتر، اوكي؟ ولو عايزينه انا هنزله على كمان الانستجرام، او بعتولي هبعت لكم الصورة بتاعته، اوكي؟ ازازته 25 جنيه. طبعا الفترة اللي فاتت يعني ما بنزلش، عايزة اخشي والمنتجات عندي خلصت، فمش عارفة اعمل ايه. لقيت ده فاخدته كده على قطنة وبدأت اعمل وشي بجد الصبح وبالليل قبل ما انام، الصبح وبالليل قبل ما انام. انا حتى الازازه دي مخلصاها اهي، يعني بصوا دي واخده قد ايه، وحتى لما تبصوا جواها انا مش عارفه واضح ولا لا، بتلاقوا الورد جوه، يعني في ورد اهو جوه هنا صغير جدا جدا جدا. فلا، وبجد لما بتحطيه على وشك بتفرق، بتفرق من اول ولا تاني مره، بتحسي وشك اتشد. وانا عندي مسام على فكره هنا، يعني ما اقدرش احط البيوبرو ده في ولا نازله كده الصبح عادي، لان لما بتحطي هايلايت وبتحطي وانت نازله هايلايت بتبان المسام اكتر. فبدات حبيت الهايلايت ورجعت ليه اكتر من الاول تاني في غدودي، بحبه في غدودي، قلت له بقى بلدي مش عارفه ايه، انا بحب الهايلايت على وشي. فكنت الاول بخاف لان المسام بتاعت وشي بتبان، فمن ساعه ما جربت التونر ده بجد اتغيرت كتير قوي. وبتمنى من كل بنت بدل ما تشتري الحاجه اللي ب125 و200 جنيه تونر، كلكم عارفين طبعا اسم المنتج ده ايه وده احسن منتج، لقيت ده بس تحطيه في الثلاجه. انا ده ساقع على فكره، بصوا ساقع في الثلاجه، يعني انتوا مش شايفين، انا لسه مطلعاه من الثلاجه، انا ما اقدرش استغنى عنه. حتى خدت كل الازاز اللي ماما كانت بتشتريها وبدات انا يعني بصراحه استعمله، لها طب خدي انت ازازه وانا اخد ازازتين. حتى الازازه شكلها يعني انيق والحاجه كده، لا ميه ورد وميه ورد، وتستعمل كمان في الاكل والشرب والحاجات دي كلها. لو انت عندك مامتك بتعمل كده اساليها، لا جيبوا النوع ده، النوع ده انا هصوره لكم كمان وانزله على انستجرام عشان البنات تشتري. النوع ده خطير يا بنات، اوعي تشتري في صيدليه، اوعي تشتري اللي عند العطار، لانه ريحه وخلاص. انا بحس ان هو ريحه، بيحط بارفان ما بيعملش اي حاجه في وشك، ميه وعليها ريحه، فده احلى حاجه احلى حاجه. وقررت ابقى طبيعيه الى حد ما، يعني لو حاجه نفعت معايا هقول عليها، حاجه ما نفعتش معايا هقول لكم ما نفعتش معايا، اتفقنا كده؟ واي حد عنده وصفه يا ريت يبعت لي في الكومنتات اجربها، يعني اجربها فعلا دي نفعت ونفيد ونستفيد، كلنا هنفيد ونستفيد من بعض، يعني هو تبادل معلومات. انا طالع لكم حاجه انتوا بتقولوا لي حاجه، ونفيد الناس وتاخدوا ثواب قد كده. طبعا ما تنسوش اللايك على الفيديو، اللايك اهم حاجه، اللايك اهم حاجه عشان نوصل لاكبر عدد من البنات تقدر تستفيد بالمنتج ده او بحاجه بسيطه بدل ما بتشتري الحاجات الغاليه. وكمان سبسكرايب او الاشتراك الزر الاحمر تدوس عليه، وكمان الانستجرام والفيسبوك لو اللينك تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش بقى كومنتاتكم وتعليقاتكم وكل الحاجات الحلوه دي. اقول لكم ايه، باي باي.